بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء وهذه الرحله الايمانيه مع اسماء الله الحسنى وحلقه جديده من حديث الامام الطيب. فضيلة الامام في حلقه اليوم نتناول اسمي الملك القدوس مع فضيلتكم نبدا بتعريف اسم الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى <applause> اله وصحبه وبعد. فهذان الاسمان الملك القدوس من أسمائه تعالى وورد بهما القرآن الكريم كما هو أو كما نحفظه جميعا في سورة أواخر سورة الحشر ووردت به السنة في حديث أبي هريرة الذي عدد فيه الأسماء الأسماء التسعة وتسعين إضافة إلى ما أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا وربما هذه المقدمة أو هذه الأوصاف الثلاثة سوف تصاحبنا في تعريف كل اسم او في بدايه تعريف كل اسم من اسماء الله الحسنى التي سيقدر لنا في هذا الشهر الكريم ان نعالجها او ان نتحدث عنها الملك سبحانه وتعالى هو الملك المطلق الحقيقي الماخوذ من الملك يعني ماده ملك او اسم الملك او ولعلم حضرتك في القرآن ورد مره بملك ومره مالك ومره مليك كلها بنفس نفس الصيغ بنفس المعنى طبعا يعني هي نفس مأخوذه من الملك نعم والملك يعني او الملك بهذا المعنى هو الملك يعني المطلق طبعا نتحدث عن الملك نعم المطلق هو المستغني عن غيره في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله نعم. لا يحتاج إلى غيره مطلقاً أبداً وهو المعنى الحقيقي لكلمة, لكلمة الملك والملك نحن نعم. سنقسم الملك إلى ملكين نعم. ملك مطلق ملك وملك مقيد. مقيد الملك المطلق اللي هو الملك المطلق نعم. هو الذي يستغني عن غيره في كل شيء يعني لا يحتاج في ذاته إلى غيره وإيه نعم. معنى الاحتياج في الذات يعني آه بالمقارنة يتضح هذا بالمقارنة بمن يحتاج في ذاته إلى غيره بأن يخرج من العدم إلى الوجود لا. لأن كما قلنا الإنسان لا يوجد ذاته وإنما هو إنما دائما يحتاج إلى من يوجده لا. ويخرجه من العدم إلى الوجود أنا كنت ممكن أستمر في العدم لو لم تتدخل آه قدرة خارجية تخرجني من العدم إلى الوجود لأن العدم والوجود سيان بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أنا عايز أتوقف قليلا عند هذه حتى النقطة. نرسخ الفكرة لا. في أذهان المشاهدين. نعم. لأن هذه مهمة جدا وأصل من أصول الـ الـ يعني الصفات الإلهية لأن أول صفة من الصفات هي الصفة يسمونها حتى الصفة الذاتية أو الصفة النفسية وهي الوجود. نعم. وجود الإله مختلف عن الوجود الآخر الإنساني أو وجود المخلوق عن باقي المخلوقات, عن باقي المخلوقات م. ولذلك يسمون الله واجب الوجود ويسمون الباقي إنسان حيوان نبات أي كذا يسمون ممكن الوجود يعني ممكن أن يوجد وممكن أن يستمر في العدم م. فإذا استوى الوجود والعدم بالنسبة لشيء وفجأة لقناه موجود مش ممكن تفترض ان ذات ذات هذا الممكن هي التي اعطت الوجود لان لو كان الوجود موجود معها كان من الاول كان لا يمكن حيكون معدوم لكن قرر الا يبقى في الفناء او في العدم او في نعم. العدم ولكن كان حين كان في العدم مكتوب عليه العدم ثم لما خرج الوجود كتب عليه الوجود اذا وجوده ليس من ذاته نعم طب ما ليه من ذاته ليه من ذاته ان يقبل هذا او ذاك لا يتأبى إذا استمر في العدم لا يتأبى على ذلك إذا أعطي الوجود لا يتأبى على الظهور في الوجود إذا الآخرين أو المخلوقات محتاجة غير مستغنية نعم. في ذاتها عن وجودها غير صاحبة قرار من الأساس في غير أن توجد أو, أو ولا تفنى. تملكه نعم. لأنها لا تملك الوجود نعم. فلأنها لا تملك الوجود محتاجة إذا تحققت بصفه الوجود محتاجه الى من يعطيها الوجود. الله سبحانه وتعالى مستغن في ذاته يعني وجوده من ذاته مش محتاج حد يديله الوجود. انما هو وجوده دائما من ذاته ولذاته كما يقولون. خلينا نطلع بشكل عام للملك الحقيقي او الملك المطلق. الملك الحقيقي هو الذي يستغني عن الغير سواء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله وهذا فقط لا يكفي لأن يسمى الملك المطلق إنما يضاف إليه جزء آخر متمم وهو ويحتاج إليه غيره لا. يعني وقد أتصور أن مثلا شخصا ما مستغني لكن في نفس الوقت لا يحتاج إليه أحد فهنا لا, لا يكون ملكا مطلقا لا يسمى ملك ملكا مطلقا وهذا الملك لا يسمى ملك مطلق ملك, ملك ناقص فالملك المطلق هو الذي يعني إذا اتصف به موجود يستغني به يستغني إذا أطلقت عليه الملك المطلق أو الملك المطلق هو الذي يستغني عن غيره ويحتاج إليه غيره لا لازم الاثنين مع بعض حتى يسمى الملك المطلق وهكذا الملك المطلق هو عدم الاحتياج إلى الغير وإحتياج الغير إليه. اما الملك المقيد فهو الذي يملك اشياء ولا يملك اشياء اخرى المقيد مقيد نعم ده ممكن انا اسميه ملك مجازا لان احنا قلنا الـ الـ كما اشرنا من قبل الى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المعنى نعم. الحقيقي الملك المطلق والملك المطلق ان يستغني عن غيره ويستغني عنه في في الذات وفي الصفات وفي الافعال نعم. لا يحتاج الى غيره لكن في نفس الوقت غيره يحتاج, يحتاج إليه, إليه حتى في وجود هذا الغير نعم. يحتاج إليه في ذاته يحتاج إليه في صفاته يحتاج إليه في أفعاله فالقسم الثاني اللي هو الملك المطلق أو الملك المقيد هو الذي يملك أشياء لكنه في نفس الوقت يستغني عن أشياء هذا يعني الـ هذا الـ ما يطلق عليه في, في الأعراف الـ الحاليه الملك, الملك, الملك ملك طبعا الملك طبعا ملك يملك الجنود يملك البلاد يملك المال ماشي نعم لكنه بهذا الاعتبار ممكن تسميه بهذا الاعتبار بهذه الزاويه الضيقه دي نعم ممكن تسميه ملك على قدر ما يملك على قدر ما يملك لكن لل يعني مش عايز اقول للاسف الحقيقه انه هو غير مستغن عن غيره ولا يمكنه الاستغناء مستحيل مستحيل حتى في احتفاظه بما ملك هو محتاج إلى الغير في أن يساعده على الاحتفاظ محتاج إلى وزراء ومحتاج إلى أصحاب وإلى أحلاف وإلى وإلى عشان يحتفظ بما معه فتبقى صفة الكمال من وجهة نظره هي نقيصة أيضا لأنه يحتاج إلى غيره بالضبط ولذلك يقولون هو باعتبار ملك يعني ملك مقيد نعم ملك ملكا مقيدا ولكن باعتبار آخر هو مملوك نعم. هو مملوك ومملوك لل وفي الحالين هو مملوك لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل هذا الذي ملكه فإذا الملك يعني الملك العبد هو ملك مقيد نعم. وهو باعتبار ملك وباعتبار مملوك وفي الحالين حتى فيما يملك هو مملوك لله سبحانه وتعالى إذا هو عبد من جميع مثل الأحوال مثل غيره مثل غيره تماما نعم. لأنه يعني هذا ملك زائل يعني وقد يزول وكم زالت مثل هذه الأمور ثم أنه يعني سوف يتركه يعني طال الأمر أو, 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 قصر فلا تعتبره مالك لأنه سوف يزول عنه فإذا المالك المطلق أو الملك المطلق هو الله سبحانه وتعالى سبحانه هو المالك المطلق لأنه يتوفر فيه الشرطين اللي هما معنى الملك المطلق الشرطين الشرط الأول أن يستغني استغناء تاما في ذاته وصفاته وأفعاله عن الغير وأيضا أن يحتاج إليه الغير في ذات الغير وصفات الغير وأفعال الغير فضيلة الإمام وماذا عن التعريف الآخر الملك من العباد؟ يعني هنا ملك يمتلك بعض الأشياء ويفتقد إلى بعض الأشياء ولكن التعريف نعم الآخر الملك من العباد نعم ماذا يعني؟ هذا الـ يعني إحنا قلنا هناك ملك مطلق خلاص نعم ده عرفناه هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى قلنا ملك عبد أو الملك العبد نعم اللي هو ملوك الدنيا وعرفنا يعني حدوده ايه وسلطاته ايه وأن وان هذا الاسم يطلق عليه مجازا وليس حقيقه وليس حقيقه يعني هو اطلق عليه باعتبار آه هذا الهامش الضيق الذي يملكه والذي يحتاج في الاحتفاظ به الى غيره فهو دائما محتاج هناك قسم ثالث يسمونه الملك من العباد وهو يعني باختصار هم الانبياء والمرسلون بمعنى ان هذا الملك تحرر من جميع الاشياء ومن اجل هذا سمي ملك ولكن ملك من, العباد. من العباد تحرر من الاشياء من سلطه الاشياء تحرر من سلطه الاشخاص تحرر من سلطه الهوى النفس من هذه الماديه والرغبات وال... القيود الماديه اصبح فوق اصبح يملك هذه الامور ولا تملكه فهذا يسمى الملك الملك من من العباد ويقولون ان يعني هذا له مملكته وهي القلب هو قلبه وقالبه يعني القلب يملك هو يملك قلبه فالخواطر السيئه لا تخطر على 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 باله ابدا وايضا القالب الجسم يحفظ اعضاءه حفظا تاما وطبعا هؤلاء مؤيدون بعصمه سبحان من الله سبحانه وهذه تعالى. خصيصه للانبياء والرسل فهو خصيصه الانبياء والرسل ووارثوهم نعم. من الاولياء والعلماء الصالحين. فهذا هذا النوع هو موجود وهو المؤهل لان يقود العالم، لان يقود العالم الى طبعا الى امور لا يراها القاده الحسيون. نعم. فهذا هو الملك ال الملك وله جند نعم. ايضا يعني الهوى والشيطان والنفس والشهوات والرغبات، لكنه انتصر على هؤلاء هو يقودهم. ولا يقودونه وعادة ما يرون في هذه في هذا المقام يعني قصة أن أحد وجهاء أصحاب المال والجاه والسلطان أبصر واحد من هؤلاء الزهاد العباد البسطاء المغمورين يعني نعم فيعني قال له أوصل من يقول له يعني جاء به فقال له يعني سلني حاجتك يعني لا. اشفق عليه مسكين يعني اللي جي كده ف فقال له أولي هو عمله بما يراه من الظاهر طبعا من الظاهر ما شافه لا. يعني فقير, آه فقير ما يعني طبعا اقتحمته العيون نعم ف له سلني حاجتك يعني انا رأيتك فقال له اولي تقول هذا الكلام يعني الكلام ده حتقوله هو الان قوله لغيري ان لي ايوه اتقول لي هذا الكلام ولي عبدان هما سيداك سبحان الله حاجه صعبه جدا نعم. فطبعا زعج الرجل الزلجاه والسلطان قال من هما قال الحرص والهوى فقد ملكتهما وملكاك نعم. وايضا وغلبتهما وغلبك قالوا انا عندي كانوا اثنين حرص والهوى الحرص يعني على الجمع وكذا وكذا والهوى انك انت تصرف كذا تستمتع بكذا كذا فقال له قال له انا كان عندي عبدين الحرص والهوى انا غلبتهم وهم اللي بيغلبوك الان نعم وملكتهم وهم اللي بيملكوك الان يعني هما سيداك كانوا الان عبدان عندي نعم طبعا ده كلام يعني يعرفه آه الزهاد والعباد نعم آه طبعا ولكن <applause> انا اعرف ان مثل هذا الكلام الان يعني يصعب استيعابه او يصعب يعني او يصعب تخيل ان هناك اشخاص أن بيننا بمثل هذه الخصيصة انما, يعني. أنما هؤلاء موجودون وخذ لي حضرتك الصحابه الاولون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا اللي هم يعني قضوا على اكبر دولتين في العالم في خمس سنوات نعم يعني شوف فتوحات الروم وفتوحات فارس يعني في سنة يعني خمس سنين بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أداء وهذه معجزة وحتى الآن نعم. يعني مما يذكر لهذه حتى يسمونها الحضارة مما يذكر لهذه الحضارة أمران يعني محيران وحيروا المؤرخين مؤرخ الحضارة حتى الآن الأمر نعم. الأول هذه السرعة العجيبة في الانتشار العالم من شرقه الى غربه شرق في اقل خمس من سنة خمس سنوات، ده ما فيش سنوات وراحوا الاندلس. نعم. في سنوات راحوا في الصين. والكل يرحب ويتحول وحتى يعني التاريخ لا يثبت ان هناك شعوبا باكملها تحولت من دين الى دين كتابي الا في الحضاره الاسلاميه. الامر الثاني المحير هو الصمود هذه الحضاره الان 14 نعم. قرن ووجهت اليها ضربات قاتله ربما اكثر ما من تعرض للضربات والطعنات من الخلف هو ال... طبعا هو إسلامي. الحضاره نعم. الاسلاميه و و ومبكرا تعرض وما تزال تعيش وما زال يحسب لها الحساب على كل حال الصحابه اللي هم يعني طووا الـ الـ نعم. شوف فارس من العراق الى 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 ايران نعم والروم كانت تبدا من سوريا ومصر الى دي في خمس سنوات كيف كان نعم. وكانوا حفاة عراة يعني لا عنده و... ولم يكن مالا ولا عتادا لا ولا مال ولا فقراء في المال فقراء في السلاح فقراء نعم. في التدريب فقراء في خبرات الحروب ولكن يعني بالمقارنه بتدريب الفرس على الحروب لأن الفرس والروم كانوا في ذلك الوقت يعني عشرات أو مئات السنين في قتال مستمر بعدين يطلع جماعة من صحراء يعني يضفوهم كده في خمس سنين ده شيء عجيب كانوا من هذا النوع اللي هو قال له أنا وليت أقول هذا الكلام ولي عبدان هما سيداك فهذا هو الملك من العباد يبقى يعني عندي الملك المطلق وهو الله سبحانه, سبحانه وتعالى وعندي الملك العبد اللي هو يملك شيئا ومن, ومن أجل ذلك سمي ملكا لكنه يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا ومن أجل ذلك سمي مملوكا فهو ملك مملوك لا. ثم هو ملوك الله سبحانه وتعالى وعندي المصطلح الثالث وهو الملك من العباد وهو لا. الذي يملك نفسه ويملك قلبه ويملك جسمه وهو مملوك لا يرى له ملكا الا الله سبحانه وتعالى. شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه تناولنا معنى الملكيه المطلقه والملكيه المقيده والى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله.